يعني من الصعب جدا الجواب على هاي السؤال، مثل ما من الصعب الجواب على كثير من الأسئلة حاليا. يعني لحد الآن أكو ناس تعتقد أنه كان المفروض ما يأخذ المهجان نهائيا، وإنما يجب أنه إحنا نذب كل جهودنا من أجل غزة ومن أجل فلسطين ومن أجل جبهة وغيرها. وجهة نظر طبعا، أنا بالنسبة لي لا أتقبل هاي الوجهة نظر ولا أدينها، لأنه أنا أعتقد أنه الأمر هل قد صعب بحيث أنه يكون واحد يدعي أنه هو موقفه هو الصحيح يعني من الغباء. يعني مثلا احنا نذكر في اكتوبر المفروض يبدا المهرجان، كان جمعه، هو كان يوم الدعوه للجمعه العظيمه في المساجد والاماكن. فتخيلي انت وضعك انت في ضمن هذا الجو. ف انا اتصور انه المهم انه احنا اتخذنا الموقف الصحيح في انه قمنا الدوره، وهذا طبعا كان هو الهدف الاساسي اللي قررنا يعني، وان تعقد بنفس السنه مو يعني في سنه قادمه، حتى نقدر نحتفظ بكل البرنامج اللي قدمنا في اكتوبر، تقدم مع زياده البرنامج الفلسطيني. انا اتصور ان الدوره نجحت نجاح كبير، انه هو المجال الوحيد بالعالم اللي اضاء على القضيه الفلسطينيه، اللي قدم برنامج متطور وكثير أصيل لإضاءة السينما الفلسطينية، 10 أفلام طويلة وقصيرة، روائية ووثائقية، حديثة وقديمة. كانت يعني مجموعة من العناصر اللي ساعدت بشكل كبير جدا في أنه نخلق جو ونخلق موضوع، و ساعدتنا من خلال الندوات، من خلال السوق الخيري اللي صار، من خلال التبرعات اللي صارت، من خلال مساهمة أكثر من فلسطيني في مجالات مختلفة، سواء كان لجان تحكيم أو كمنتر أو كجوري أو غيره. أكبر تحدي هو تحدي الضيوف، أنه أنت كيف تجيبين ضيوف إلى المهرجان خلال شهر، وكيف تحتفظي ببرنامج كله بدون أي تغيير وبدون أنه يكون هناك خلل في الحضور. يعني مثلا الكل سألت قالت أنه بعد ما طرح فيلم وداعا جوليا بالسوق المصري وبعض البلدان العربية في الخليج وغيره، من راح يحضر العرض؟ وإذا العرض كان بحوالي 650-700 شخص، فهذا تحدي كبير يعني. وبالتالي أنا أصور أنه يعني أي مهرجان نجاحه من خلال تجاوز للتحديات، وأنا أصور أنه إحنا قدرنا أن نوصل إلى كفاءة عالية كفريق وكأيضا مفهوم مهرجان في مجابهة كثير من التحديات. أنا أصور نجحت بشكل كبير جدا، نجحت أنه تقول أنه طول السنوات الماضية إحنا كان عندنا برنامج أصلي، برنامج عروض ممتاز، كان منصة تكون سينمائية، كان ندوات، محاضرات، الآخرين ما متبين لها، الآن انتبهوا لها. جميل.